انتهى مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من مناقشة 29 مادة من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ورأى تأجيل مناقشة باقي المواد إلى جلسة قادمة. يهدف مشروع القانون إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الإتاحة لهم، وكذلك تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أحال قراراً جمهورياً باتفاقية دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أحال 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يهدف إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات. نشرع قانون يحترم المسنين ويرعاهم رعاية كاملة تفعيلاً للدستور. مشروع القانون المقدم محل العرض بيعكس الحقيقة عظمة الدولة المصرية في رعاية مثل هذه الفئات، والحقيقة أنا بشكر الحكومة على تقدمها بهذا القانون، وأيضا الحقيقة بنتهز هذه الفرصة لأتقدم بوافر الشكر والتقدير لمعالي أو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة عن الموضوع حزمة القرارات الحماية الاجتماعية اللي أصدرها خلال الأيام السابقة بإجمالي 180 مليار جنيه، والحقيقة كان فيها زيادة المعاشات لفئة المسنين ب 15%. نخاطب العالم كله بنقول له إن مصر دايماً بتسعى وراء الحياة الكريمة لمن يستحق الحياة الكريمة، وخاصة المسنين المربين الآباء والأمهات والأجداد الذين يستحقون حياة كريمة. وبعد المناقشات وافق مجلس النواب على عدد من مواد مشروع القانون على أن يواصل مناقشاته خلال جلسة قادمة للحصول على موافقة النواب بصورة نهائية عليه.